وسهلا فيكم أصدقائنا وزملائنا بالحلقة رقم 15 من سلسلة ديلي كلينيكال كيس. بما أن اليوم رمضان وجمعة وأغلبنا فاضي ما عنده شيء، فبدي أحط لكم حالة شوي في تقنية متقدمة. بتحكي الحالة عن طريقة 4 dimensional تكنيك، يعني رباعية الأبعاد ثلاثية الأبعاد لتشخيص الابتسامة التجميلية بالمنطقة الأمامية. التقنية طورها مجموعة من الأطباء ببكين بالصين، والقصة على الشكل التالي. إذا بتتذكروا نحن بريفيوس اللي حكينا بالحلقة الأولى والثانية من هالسلسلة عن طريقة عمل الفيس سكان وكيف نحن بنقدر نعمل يعني اللاين أو اتحاد، خلينا نقول، أو اصطفاف لصورة الفيس سكان الخارجية ولصورة الأسنان اللي هي داخل فم المريض. وكنا نستعمل هالقطع البسيطة البلاستيكية اللي احنا شايفينه، هاي بتعمل اللاين ما بين الأسنان اللي احنا أخدينا بسكانر 3D مع العضة، وهي بتعمل اللاين ما بين وجه المريض وما بين وجه المريض بعد ما يكون عاضد بهالطريقة. هاي التقنية اللي عم نحكي عنها احنا حاليا فيها شوية خلاف مثل ما راح نشوف قدامنا. مريضة صبية بالصين طبعا، يعني عمرها صغير ولكن عندها دينتال فيروسس، تبقى أسنان بسبب الفلور، على الغالب بيكون سببه مياه الشرب، تبقى أسنان كتير كبير. بدنا نعمل لها فينيرات من أجل تجميل الابتسامة. فالعملية التشخيصية كانت أول شيء بصور داخل فموية وخارج فموية وفيس سكان مثل ما راح نشوف. الصورة اللي قدامنا هي صورة بكاميرا يعني DSLR، كاميرا كانون بشكل جيد بشان تطالع كل الأسنان بدقة واضحة قدامنا. هالصورة هي نفسها بدنا نعمل صورة تانية مشابهة لها، ولكن الصورة التانية بدها تكون باستخدام الانترا أورال سكانر، السكان الداخل الوجه داخل الفموي اللي بيعطيني هالقراءة اللي احنا شايفينها بالصورة رقم بي. الأطباء هم مستخدمين التريوس من تري شيب، هي من أدق السكانرات داخل الفموية بالعالم. بعدها قام الأطباء بعمل فيس سكان للمريضة. الفيس سكان كان يعني باستخدام كمان الفيس سكان 3D من تري شيب. الصورة اللي قدامنا هي فيس سكان ولكن باستخدام ريتراكترز، يعني قاموا بتبعيد الفم، طلبوا من المريضة انه تمسك هي ريتراكتور، وقاموا بعمل صورة الفيس سكان مشان احنا نعمل شوية يعني قراءة لوين الأسنان موجودة بالنسبة لوجه المريضة. ثم قاموا بعمل فيس سكانات مختلفة، مثل ما احنا شايفين 6 فيس سكان للمريضة بدون استخدام مبعد الشفاه، بفم مغلق، فم مغلق بشكل أبسط، ثم أكثر 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 حتى الابتسامة الكاملة، 6 فيس سكان. طيب بعدها كيف عملنا اللاين ما بين الفكين وما بين وجه المريضة؟ استخدموا الأطباء هون برنامج ممكن استخدامه بالرسم ثلاثي الأبعاد، ممكن مهندسي الميكانيك أو الهندسة المدنية بيستخدموا هيك برنامج. هذا البرنامج اسمه جيو ماجيك ستوديو، إصدار 2012. عم بيقولوا انه هذا البرنامج فيه بداخله طريقة اسمها ان بوينت الاينمنت. هاي الطريقة بتستخدم يعني احنا بنحط فيها الاسكانات اللي احنا كنا عاملينها، مجموعة الاسكانات، فهي بتقوم بعمل اللاين للاسكانات مع بعضها بتراصف ما بين النقاط التي لم تتحرك من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية. هذا هو الطريقة الأساسية بعمل اللاين. يعني هون احنا ما لازمنا الباند اللي كنا حاطينه على رأس المريض مثل ما حكينا بالتقنيات القديمة، ولكن كانت القصة عبارة عن دراسة ثلاثية الأبعاد مثل ما احنا شايفين. عملنا اللاين للصورة كلها مع بعضها، وقدرنا احنا نعمل اللاين حتى بنفس التقنية الان بوينت الاينمنت اللي هي موجودة ضمن هالبرنامج. حسنا نعمل اللاين تاني للأسنان داخل فك المريض بعدة سكانات وجهية احنا كنا عاملينها بدون استخدام الباند اللي كان عليه نقاط الأحمر والأزرق. فصار في عنا احنا حاليا مجموعة من صور المريض الأمامية والجانبية، صور المريض هو مبتسم، صور المريض بدون ابتسام، صور جانبية مثلا، صور أمامية، وهكذا مثل ما احنا شايفين. كل هالصور اللي صارت معانا الاسكانات الوجهية كلياتها معمول اللاين ما بينها وما بين صورة الأسنان اللي نحن أخذناها للمريض بالإنترا أورال سكانر. بعدها استخدم الأطباء الثري شيب بالبرنامج السوفتوير تبع تصميم الابتسامة، يعني قاموا بتصميم ابتسامة تجميلية مثل ما نحن شايفين بفينيرات بالشكل اللي قدامنا. هذا التصميم نحن طبعا ممكن نحن نعمل له إخراج على شكل 3D لحتى يعطيني هالشكل اللي قدامنا، هو على شكل وجه المريضة الفيس سكان مع الانترا اورال
سيتنج يعني للاسنان الجديده اللي احنا عملناها. هاي الصوره الاماميه والصوره الجانبيه للاسنان معموله مثل ما احنا شايفين بشكل تجميلي، مطابقات لوجه المريضه. طبعا عملنا لها اكسبورت بالدبليو ار بي مشان احنا نقدر ناخذها على شكل صور ونقراها ببرنامج تالي. بعدها قام الاطباء بعمل سكرين شوت سكرين شوت سكرين شوت متعدده جدا جدا لوضعيه اسنان المريض، يعني مثل ما احنا شايفين فم مغلق فم مفتوح ابتسامه بسيطه اكثر اكثر مع الاسنان الجديده، زاويه اماميه زاويه جانبيه من عده زوايا. هالسكرين شوتات اللي طلعت معنا عباره عن مجموعه كثير ضخمه من صور الجي بيج يعني جي بي جي صور. قام الطبيب بمزجها كلها على بعضها باستخدام سوفت وير هو من شغل شركه ابل، وحتى عم بيقولوا انه السوفت وير يمكن مجاني حسب ما فهمت انا من المقاله. السوفت وير شغلته انه بيعطيني إمكانية مزج للصور المتعددة اللي نحن شفناها كلياتها، وبيطالع منها حركة فيديو بسيطة كأنه المريضة عم بتقوم بعملية فتح تمها أو عم تبتسم. فهذا هو الشيء اللي هنا عم بيقول عنه أنه هو 4D، يعني اللي طلع معاهن مو بس أنه صورة ثابتة فقط للمريضة مع أسنانها اللي احنا بنتخيل أنه يطلعوا، لا طلع معانا شكل فيديو بإمكاننا المريضة يعني تبتسم المريضة على الفيديو، هي كبسة لمدة ثانيتين ما أكثر من هيك، بيطلع عنا كيف طريقة الابتسامة باستخدام هالأسنان هاي. طبعا بعدين إذا بدنا نحن نعمل برينتينج للدياغنوستيك كاست ما في مشكلة، هذا عمل له برينتينج بالريزين الـ 3D، والشكل النهائي بعد ما قمنا بإلصاق الفينيرات كان هيك انترا أورالي، وهذا الشكل الخارجي لوجه المريضة مثل ما نحن شايفين، شكل متناسق جدا وجميل، حتى يعني برافو على موضوع اللون، أنا شايفه كتير مناسب للأسنان الداخليات. هاي هي المقالة كانت كلها على بعضها، تقنية جيدة جدا وفيها استخدام عدد كبير بصراحة من البرامج، يمكن هو البرنامج الهندسي الوحيد اللي نحن ممكن يعني يلزمنا إضافي لمجموعة البرامج اللي بالعادة بيستخدموا الأطباء بالمخبر، ولكن الفكرة ظريفة وبتعمل يعني شو كتير ظريف إنه شكل 4D. ممكن نحن هذا مقطع الفيديو نبعته للمريض ونقول له هيك نحن بنتوقع نطالع لك الابتسامة النهائية. شكرا لكم ونشوفكم بيوم تاني.